ورجعنا بعد الفاصل ومعانا فقرة مميزة جدا، لأن ضيفتي اللي معانا النهاردة حصلت على شهادات كتيرة جدا وحصلت على تكريمات كتيرة جدا. مش بس كده، ده هي كمان طورت نفسها وحصلت على دبلومة في مجال العناية بالبشرة، وحاصلة على الدكتوراه الفخرية من الأكاديمية اللبنانية للعناية بالبشرة، هي رشا دمياطي. برحب بك يا رشا. أهلا بك يا شيماء. رشا، قبل ما نتكلم عن التكريمات والشهادات اللي أنت خدتيها، حابين نعرف عن رحلة تركيا. كلمينا كده، رحلة تركيا كانت عبارة عن ايه وعملتي فيها ايه؟ رحلة تركيا كانت دعوة لكل خبراء مجال التجميل وخبراء فن التجميل في مصر وفي الوطن العربي. كانت عبارة عن دورة كلنا استفدنا منها. كانت 5 ايام. كانت عبارة عن اول يوم كانت دورة عن الشنيوهات وتعليم الشنيوهات شعر، شنيوهات الشعر. كان في كمان دورة عن المايكرو بليندنج، تبتول حواجب. حواجب. كان في يوم كمان للصبغة وأحدث أنواع الصبغة وشغل الصبغة، أحدث صيحات في شغل الصبغة وعمل خصلات الشعر الحديثة. وكمان كان في دورة لتوصيلات الشعر والإكستنشن من الأستاذ محمد حافظ. كانت دورة كلنا استفدنا منها. وعايزة أقولك حاجة، هو المفروض إن يعني فن التجميل، أي حد هيدخل فن التجميل، عايزة أقول إن هو يعني ياخد الموضوع علمي مش كمهنة وبنشتغل وخلاص، لأننا لما ناخده من الناحية العلمية هنستفيد وهنفيد. طيب رشا، إيه اللي أنت استفدتيه في رحلة تركيا وقلتي أنا لازم لما أرجع مصر أعملها؟ انا بصراحه اكتر حاجه عجبتني واستفدت منها هي الشنيات، لان انا ما كنتش بشتغل فيها كتير، او انا طورت من نفسي فيها. فكانت صراحه يعني انا عايزه اقولك ان شغل الشنيوهات ده فن وابداع. احنا معانا فني. الصور دي كانت في تركيا يا روشو. ايوه، ده التكريم وانا في تركيا. كان من استاذه منتهى، هي اللي كانت بعتلي الدعوه وهي اللي كانت بتكرمني بعد ما خدنا الدوره. طيب نفذتي بقى اللي انت عجبك هناك وقلتي ان فعلا خلاص انا هنفذه عندي هنا؟ ايوه، انا جبت موديلز واشتغلت عليها وطبقت الشنيوهات. وعايزه اقول لك يعني هي ابتكار فعلا وفن، ويعني انا كنت فعلا مبسوطه وسعيده ان انا بحضر الدوره دي، وكنت سعيده جدا ان انا اشتغلتها فعلا، يعني استفدت منها جامد. طب رشا، احنا عارفين برضو اللي انتي رحتي مهرجان استاذ محمد حافظ واتكرمتي فيه، كلميني الاول عن المهرجان كان عباره عن ايه وانتي حصلتي على ايه هناك؟ مهرجان استاذ محمد حافظ كان مهرجان كبير جدا، كان برضو خبراء تجميل من جميع الوطن العربي. كان المهرجان عباره عن يومين، وده كان يعني اي مهرجان. يعني معانا الصور برضو يا روشة، هي لو حبيتي تتكلمي عن الصور. انا اشتغلت في المهرجان 4 موديلز. كان 2 زفاف ولوك سواري، وكان لوك شعبي زي ما انت شايفه. حلو قوي. ايوه. واتكرمت برضو الحمد لله، الشو بتاعي يعني نجح وعجبهم، عجب اللجنه وعجب استاذ محمد حافظ، والحمد لله اتكرمت هناك يعني. وكان المهرجان كمان معانا، لسه عايزه اقول، فنانات استاذه دينا عبد الله والفنانه انيس مكي واستاذ طارق علام. كان معانا فنانين كتير، وكان في قنوات كتير بتصور برضو، وعملت لقاء برضو هناك. طيب احنا عرفنا برضو اللي انت روحتي مهرجان في شرم الشيخ، كان بخصوص ايه وحصلتي على ايه هناك؟ مهرجان شرم الشيخ انا الحمد لله بقيت يعني مستمره اني اكون متواجده في المهرجان دايما كل سنه، وبكون في شهر 10. والحمد لله برضو انا كنت اول مره اشتغل على موديلز اجنبيه. انا عملت لوك الموديلز عملت روسيه. لها ميك اب وشعر ولا عملت شعر؟ ايوه، الاثنين. الاثنين ميك اب وشعر. ميك اب وشعر. والحمد لله برضو كان عجب استاذ ابراهيم توسن، هو رئيس المهرجان، واتكرمت هناك الحمد لله برضو. طيب رشا، بعد التكريمات الكتيره اللي انت حصلتي عليها ديت، احساسك ايه؟ طبعا انا يعني من تركيا لشرم لمهرجان محمد حافظ، شعورك انت ايه؟
انا اكيد يعني اي حد ناجح اكيد اي حد ناجح بيبقى فرحان وسعيد وانا اساسا لما يعني من اول ما دخلت المجال مجال فن التجميل وانا كنت دايما حريصه على ان انا ايه حابه اكون متميزه وناجحه ومعروفه ومشهوره كل ده كان قدامي كده وعايزه احققه واوصل له والحمد لله وصلتي له. طيب كنت عايزه اسالك دور بقى جوزك ايه؟ يعني نتكلم عن النص الحلو التاني، انا شايفه انت سافرتي كتير، جوزك كان دوره ايه؟ هل كان بيشجعك ولا كان بيقول لك ايه؟ انا عايزه اقول لك يعني ايه، هي الحلقه مش كافيه ان انا اقول له فيها كل اللي انا عايزه اقوله صراحه، يعني انا بشكره على الهوى وبقول لك هو يعني حتى لو انا كنت رافضه دعوه بتجيلي كان هو بيبدا يشتغل عليها ويجهز لها ويعملها وينفذها وبعدين يجي خلاص انت هتروحي، فاهمه يعني بيخليني ايه لو انا مثلا مكسله لا بيشجعني لما ما هروحش لا هتروحي. وفعلا اي حد عايز ينجح ما ينجحش وهو قاعد في مكانه، لازم يبدا ان هو يدور على النجاح ويوصل. يعني انا شايفه ان هو دور رجل عظيم وقف جنبك فعلا لغايه ما انت وصلتي لكده. تمام. طيب رشا كنت برضو عايزه اسالك، هل نفعك الشهادات والسفر اخذتي خبره منهم في مجالك؟ اكيد يعني سفرك لتركيا للشرم فعلا خدتي خبره ان انت في مجالك طورك اكتر؟ اكيد استفدت حاجات كتير، واكتر حاجه انا حبيتها ثقه العملاء فيا وحب الناس ليا، وكفايه ان ما تكوني كده في واقفه في مكانك وفي مكان شغلك لما تدخل عميله وتقولك انا سلمت لك نفسي خلاص ده يكفيني كده الثقه كفايه. الحمد لله. طيب عايزاكي تكلميني عن الشهاده اللي معانا على الشاشه دلوقتي. دي الدكتوره الفخريه اخذتها بعد حضوري لاكتر عدد من المهرجانات واكبر عدد من الايفنتات والحمد لله اخذتها من الاكاديميه اللبنانيه لفن التجميل. طيب انا شايفه في الشهاده اللي مكتوبه عنايه بشره وشعر، انت تخصصتي في البشره؟ انا اخذت دبلومه قريب في مجال تجميل البشره كمان لان زي ما قلت لك انا حابه دايما. كلميني برضو الشهاده دي برضو يا رشا. انا اخذت الدبلومه مع دكاتره في تجميل البشره والحمد لله استفدت منها برضو، وكان في اختبار ليا والحمد لله نجحت فيه واخذت الشهاده. طيب رشا عايزه اسالك عن البشره بقى، نتكلم شويه عن البشره، افضل جلسات لتنظيف البشره او حل مشاكل البشره كان ايه؟ انا افضل الجلسات بالنسبه لي واللي انا يعني حبيتها جامد لان اي ست حابه انها تكون بتظهر بمظهر مميز وتكون دايما شكلها حلو، فانا بنصح دايما بجلسات الديرما بين لان جلسات الديرما بتعالج. هي دي جلسه الديرما بين؟ لان الجلسه بتعالج كل مشاكل البشره يعني ظهور او بدايات ظهور الخطوط التعبيريه اللي هي علامات تقدم العمر هي بتعالج. طيب نتيجتها بتظهر يعني من اول جلسه يا رشا ولا نظامها ايه؟ حسب الحاله يعني انا ما ينفعش مثلا اجيب واحده عندها عدت 50 سنه واقول لها انا هاخر لك ظهور التجاعيد لان هي اساسا التجاعيد ظهرت. يعني انا ابدا اشتغل على الموضوع ده من بدري شويه. من حوالي يعني من 35 سنه كده ابدا، فانا كده هاخر ظهور التجاعيد عندي. بتجدد خلايا البشره، لو في تصبغات بتعالجها، اثار الندبات والحبوب الحبوب حب الشباب وكده، والبقع السمراء اللي بتظهر كل حاجه بتعالج كل حاجه، بس حسب الحاله اللي قدامك ممكن من اول جلسه ممكن بعد جلستين او ثلاثه، فهي يعني بتتعمل مره كل شهر. طيب هل بتحطي ماده الاول على البشره قبل ما تستعملي الجلسه؟ انا بحط مخدر وبسيبه يعني ممكن العميله تستخدمه قبل ما تيجي بساعه، وانا بحط المخدر واسيبه فتره لمده ساعه وبعد كده ببدا اوزع الماده اللي انا هشتغل بيها حسب الحاله، سواء نضاره سواء شد تجاعيد تصبغات،
كل جلسة ليها مادة بتعالجها. طيب رشا، ليها آثار جانبية بعد الجلسة؟ يعني بعد الجلسة هل بيظهر مثلا إحمرار، تورم في الوش، بيظهر حاجة؟ لا، هو الإحمرار موجود. ولا ده الطبيعي مثلا؟ ده طبيعي لأي جلسة هتتطبق حسب حالتها، أكيد هيحصل إحمرار، وفي تعليمات أنا بقول عليها بعد الجلسة. زي إيه؟ يعني نبذة كده، التعليمات دي زي إيه؟ يعني في مضاد حيوي بيتحط لمدة مثلا 3 أيام، أسبوع، حسب ما هي شايفة البشرة عندها محتاجة كام يوم. بتبدأ تحطه، مثلا لو هي خارجة بقول لها لازم صن بلوك في الشمس وكده. لو موضوع معاها مش مستدعي ان هي تخرج بالنهار، خرجت بالليل، ده كويس جدا. مفيش مشكلة. طيب قبل الجلسه بقى، في مثلا بتعملي، في بنات مثلا تقول لك انا بشرتي ملتهبه، هل بتعملي لها مثلا تيست الاول ولا لا؟ ملتهبه ما نعملش الجلسه غير لما تكون البشره سامحه ان انا اطبق. طب لو بشره حساسه برضو؟ ما هي البشره حساسه حسب الحاله اللي قدامك انت هتشتغلي. يعني انا اساسا البشرات، ما هي في بشره حساسه وفي بشره جافه، وفي يعني انا حسب الحاله قدامي بشتغل. ممكن اقول لها استني شويه، ممكن تاخد حاجه تعملها للبشره اجهزها للجلسه، اقول لها تعالي بعد كام يوم. طيب بتقولي لهم ايه بعد ما بتخلص الجلسات؟ هل المفروض تداوم على حاجه محدده ولا بتقولي لها ايه عشان تقدر تحافظ على بشرتها؟ او ما زي ما انا قلت لك، يعني خارجه بقول لها سان بلوك لو في شمس، المضاد الحيوي لازم يتطبق. عندي بقى سيروم ممكن بقى استخدمه للترطيب والشد، وحسب برضو الحاله بتستخدم السيروم المخصص ليها. طيب كنت عايزه اسالك، لو مثلا بنوته لسه في العشرينات كده وبدا يظهر عندها زي هالات، او ظهر مثلا عندها خطوط تحت العين، دي بتجيب نتيجه معاها اسرع؟ لا، انا ما اعملش جلسه ديرما للسن الصغير. طب يعني انت بتبداي الجلسات من سن كام؟ على الاقل حتى 25 سنه. 25 سنه. طب ليه؟ هي مش بتقولي يعني الجلسه مثلا كمفيده للبشره؟ ما هو انت مثلا بتتكلمي عن هالات للسن ده، ده ممكن تكون سببها انيميا، وممكن هي تعالج يعني. ممكن هي تعالج الموضوع ده مع دكتور تغذيه او كده، تعمل تحليل وتشوف لو في. طب لو بعد ال 25 سنه، يعني خلاص جات لك حتى سيده في الثلاثينات وقالت لك مثلا انا عندي خطوط تحت العين، هل بتجيب نتيجه معاها؟ بتجيب. ما انا بقول لك نبدا من سن بدايه ظهور الخطوط التعبانيه. بتحتاج كام جلسه؟ يعني لو مثلا عندها خطوط تحت العين بتاخد كام جلسه؟ يعني هي بعد الجلسه باسبوع بتقيمي الجلسه، بتشوفي لو هي محتاجه جلسه كمان بنعمل، وهي لو اتعملت كل شهر مفيش اي مشكله منها انت. ملهاش اضرار؟ لا خالص خالص. طيب عايزاكي تقولي كده نصيحه لاي بنت وكل سيده، ازاي اصلا تعتني ببشرتها عشان ما توصلش للتجاعيد مبكره او للهالات، تقولي لهم ايه؟ اهم حاجه يعني لازم نحافظ على البشره. يعني كل واحده اكيد عارفه نوع بشرتها تبدا تتعامل معاه دايما. يعني حتى لو جلسه النظافه اللي هي ايه العاديه، يعني انا مثلا امكانياتي ما تسمحش ادخل بيوت سنتر واعمل جلسه تنظيف للبشره، ممكن استخدم الماسكات العاديه في البيت. التقشير ده اهم حاجه، في تقشير بيستخدم مرتين في الاسبوع، ومع الوقت انا وانا بقشر قشرت الاسبوع ده مرتين، الاسبوع الجاي مرتين برضو، خلاص المره الجايه اللي بعدها هلاقي طبقات الجلد بقت، طبقات الجلد بقت كويسه، مش محتاجه ان انا استخدم تقشير مرتين في الاسبوع. ممكن بقى اقلل وتبقى مره اسبوعيا، بعد كده مره كل 15 يوم. جلسات السكراب دي مهمه جدا سواء صيف او شتاء، وبالذات للبشره الدهنيه، لان البشره الدهنيه دايما محتاجه اهتمام عشان انا ما اشوفش حبوب دايما وما اشوفش دهون موجوده. في بشره عندنا دهنيه من المنطقه دي وجافه من هنا، تمام؟ فدايما تلاقيها عندها بثور سودة موجودة في الأنف كده، دي دايما تشتغل على المنطقة دي كأنها بشرة دهنية، تتعامل معاها كمعاملة البشرة الدهنية، وفي نفس الوقت الترطب المنطقة دي لأنها جافة. يعني رشا معنى كده أن تنظيف كل بشرة بتختلف عن التانية؟ يعني البشرة الدهنية عن الحساسة عن العادية؟ أكيد كل نوع بشرة ليها ماسكاتها وسكرباتها المخصصة. طيب عايزين برضو نعرف رشا الدمياطي بتحلم بإيه في سنة 21 ولحقتش تحققه في سنة 20؟
والله انا بحمد ربنا على اللي انا وصلت له في الفتره القليله دي بفضل الله يعني، واتمنى ان انا اكون عند حسن ظن الجميع، واتمنى ان انا دايما اطور من نفسي واكون افضل واحسن، ولو في حاجه احسن من اللي انا موجوده فيها دلوقتي ان شاء الله اكمل فيها، ويكون معايا ان شاء الله استاذ حازم جوزك باذن الله. انا كمان احب اشكر استاذ حازم على الهوا، لان هو فعلا من الرجاله اللي بتقف جنب الستات وبيشجعوهم لحد زي ما احنا شفنا كده نموذج مشرف طبعا لراشا. بشكرك يا راشا، وبتمنى لك كمان في سنه 2021 تكوني افضل وافضل، لان انت من النموذج السيدات اللي ما بتكتفيش عند نقطه محدده. الحمد لله، بشكرك يا راشا. شكرا يا شيري. وبكده خلصت حلقتنا النهارده، استنوني الاسبوع القادم في برنامجكم هاند ميد وبس. باي باي.